أما بعد، فيا عبد الله، إذا قيل كيف يكون قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، كيف يكون فيه رد على القبوريين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم ويستغيثون بهم؟ فقل: إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك الهداية لعمه مع علو شأنه صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف يتعلق به فكيف يتعلق به أو يدعى أو يستغاث به من دون الله؟ فما ظنكم بمن هو دونه صلوات ربي وسلامه عليه؟ إذن علق رجاءك بالله، ليكن دعاؤك واستغاثتك وذبحك ونذرك وكل عبادة تقوم بها اجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. إذا قيل إن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت يعارض في الظاهر قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف ينفي عنه الهداية في قوله إنك لا تهدي من أحببت ثم يثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فقل: هداية التوفيق، هداية الإلهام، هداية إيقاع وإيصال الإيمان إلى القلب، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. فما هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه، ولا نوح ابنه وزوجته، ولا لوط زوجته، ولا إبراهيم أباه، إنما الذي يثبت هنا من الهداية للبشر هي هداية التبيين والتوضيح والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهد الناس هداية بيان وتوضيح. أما الثمرة، أما النتيجة، كون فلان يهتدي أو لا يهتدي، هذا بيد الله جل وعلا. إذا قال لك شخص الله جل وعلا كتب الهداية والضلالة فإني لن أعمل، إن كان الله قد كتب لي الهداية عبدت الله، فما جوابك؟ قل: وما الذي أدراك أنه جل وعلا لم يكتب لك الهداية؟ ما الذي أدراك حتى تقف عن العمل؟ بل هو جل وعلا أقام عليك الحجة فجعل لك إرادة واختيارا، لكن تلك الإرادة تابعة لإرادة ومشيئة الله جل وعلا، بل من فضله عز وجل أنه فطر جميع الخلق على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فعليك بالعمل، ثم إذا احتج عليك بالقدر في ترك العمل الصالح، في ترك عبادة الله، فاحتج عليه بالقدر فيما يخص دنياه. قل له: لو كنت بارعا فاهما وأنت محتاج إلى وظيفة، وأشيع بأن هناك وظيفة أوصافها تتحقق فيك، قل له: لا تذهب وتبحث عن تلك الوظيفة، فإن الله إن قدرها لك فستأتيك، فإنه لا يرضى. بل لو صفعك إنسان بصفعة
فقال هذا قدر الله، أفترضى بهذا؟ فالجواب لا. فإذا كان لا يرضى باحتجاج القدر على ما يتعلق بأمور وشؤون دنياه، فكيف يحتج بالقدر على ترك عبادة الله جل وعلا؟ إذا قيل أهناك زمان لم يقع فيه شرك بالله عز وجل أبدا؟ أهناك زمن مضى لم يقع شرك بالله عز وجل فيه؟ فقل نعم، ما بين آدم وما بين نوح. قال ابن عباس رضي الله عنهما بينهما 10 قرون، والقرن كما هو المشهور 100 سنة، يعني هناك 1000 سنة ما بين آدم وبين نوح لم يقع شرك. فلما وقع الشرك أرسل الله نوحا، والدليل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. هنا حذف كان الناس أمة واحدة التقدير فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويدل له ما في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فإذا قيل لك ما سبب ذلك الشرك الذي به حل في ذلك الزمن؟ فقل هو الغلو ومجاوزة الحد. قل هو الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد في مدحهم والثناء عليهم. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين في قوم نوح. هنا لم يقع الشرك بعد. فلما مات هؤلاء المذكورون في سورة نوح، لما مات هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان وحي زخرف وأباطيل، أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم أنصابا، يعني أشياء مرتفعة، وأظهروها واكتبوا عليها أسماءهم. ففعلوا، فلما هلك أولئك من هم على التوحيد ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. إذا قيل هل ترك العلم سبب لتضيع الدين ثم لتضيع الدنيا؟ فقل نعم، ما ترك أحد العلم الشرعي الذي يحتاج إليه حاجة ضرورية إلا وهلك دينه. وإذا هلك دينه هلك الدنيا، ما تبقى دنيا إلا بدين، ما تبقى دنيا إلا بدين. والدليل ما جاء في الصحيحين في قصة من قتل 99 نفسا، فدل على عابد لكي يتوب، فقال ذلكم العابد لكنه جاهل، قال مستعظما لما صنعه من قتل هذه الأنفس، قال ليس لك توبة، فكمل به 100. فانظر رعاك الله، لما لم يكن عالما ضيع دينه، إذ منع هذا الرجل من التوبة وضيع دنياه، إذ أزهقت نفسه. وما ترون من فتن في هذا الزمن من قتل الأنفس وزهق الأرواح، إنما تلك الفتن فتن الدماء، فتن الشبهات، فتن الشهوات، إنما هو بسبب عدم العلم. في الصحيحين
يقل العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن. ثم ما الذي بعدها؟ ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. الله الله بالعلم الشرعي. إذا قيل: لماذا العلماء يحذرون من الشرك ومن وسائله ويحرصون الناس في كل زمن، ما ترى عالما متبحرا في العلم الشرعي على معتقد أهل السنة والجماعة إلا وتراه عبر ما مضى من سنين؟ وأدركت هذا في شيخنا ابن باز رحمه الله، ما ألقى محاضرة أبدا إلا وفي مقدمتها يذكر التوحيد، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ما ترى أي عالم ممن عاصرناهم أو قبل ذلك مما نقرأ في كتبهم إلا وهم يهتمون بالتوحيد. لما؟ لأن التوحيد ببقائه بقاء الدين، وبذهابه ذهاب الدين، ثم ذهاب الدنيا. وانظروا إلى قوم نوح، ماذا صنعوا بهؤلاء الصالحين؟ ونسي العلم. من جراء نسيان العلم ما الذي جرى؟ مع أنهم على التوحيد من 1000 سنة، لما نسي العلم وذهب أولئك الصالحون، هنا عبدت من دون الله عز وجل. إذن الحرص، الحرص على تعلم التوحيد. إذا قيل: ما حكم القصائد والمدائح النبوية التي ربما تعلن في وسائل الإعلام أو يعتنى بها خارج المملكة، وربما لحنها بعضهم في مجتمعنا بألحان أو بآهات تلك الآهات في أصلها محرمة لا تجوز شرعا، ثم إذا به يأتي بهذه القصائد التي بها مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقل: معظم تلك القصائد والمدائح فيها غلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضاه، بل في بعضها شركيات بها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، توصل منه صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، هو عبد الله، ومنزلته عند الله أنه رسول الله، لا إفراط ولا تفريط، ليس كحال اليهود والنصارى. النصارى يغالون مدحا واليهود يغالون قدحا، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال المجدد رحمه الله، قال: هو عبد صلوات ربي وسلامه عليه، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. إذا قيل: هل المجاوزة في المدح والمبالغة فيه منهي عنه في الأمم السابقة؟ نعم، فقل: نعم. والدليل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما الذي بعدها؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله. إذا قيل: هذا التحذير من الشرك أهو إخبار من العلماء بأن الناس قد هلكوا أو شارفوا على الهلاك، فيكون فعلهم هذا داخلا، لأنه ربما يقال
أو تشاع، أفيكون فعلهم هذا من هذا التحذير الشديد، أفيكون في فعلهم هذا ذم لهم إذ خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم إذا قال الرجل للناس قد هلكوا فهو أهلكهم؟ فقل لا، بل هذا من النصح للأمة. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم وضبطت فهو أهلكهم، فهو أهلكهم يعني أوقعهم في الهلاك، فهو أهلكهم بضم الكاف يعني هو أول من وقع في الهلاك منهم، فقل لا يصدق عليهم هذا الحديث. قال النووي رحمه الله من قال هلك الناس باعتبار ما يرى من صدود الناس عن شرع الله عز وجل فليس داخلا في هذا الحديث. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هلاك الناس في أحاديث كثيرة، منها في صحيح مسلم هلك المتنطعون، أخبر بأن المتنطعين المتشددين قد هلكوا. أما إذا قال هلك الناس افتخاراً بعبادته أو افتخاراً بما يفعل في دين الله عز وجل فإن هذا الحديث يصدق عليه. أما إذا قالها تحذيراً للناس وتنبيهاً للناس من هذه الأفعال التي تخالف الشرع فلا يدخل في هذا. إذا قيل ما هي الآية التي عاتب الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم ما بين أن أسلموا إلى أن مضت عليهم 4 سنين، وكيف نطبقها على واقعنا؟ فقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم ما بين إسلامنا وما بين أن عاتبنا الله إلا 4 سنين، إذ قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. انظر كيف يكون القرآن مزيدا ومكثرا للإيمان في قلب الإنسان وسببا بإذن الله في إعراضه عن الغفلة. فما ظنكم في هذا الزمن الذي لم يقرأ فيه كتاب الله عز وجل؟ إذا كان الله عاتب من؟ عاتب الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم، فما ظنكم بهذا الزمن الذي لا يقرأ فيه كلام الله عز وجل وإنما يقرأ فيه في جل وفي معظم الأوقات من معظم الناس وللأسف يقرأ فيه كلام البشر، فكيف يتغذى قلبك؟ كيف يخشع قلبك؟ كيف تخضع جوارحك؟ كيف تدمع عينك وأنت لا تقرأ كلام الله عز وجل؟ ولذا ما الذي بعدها؟ ماذا قال؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أنه جل وعلا يحيي الأرض اليابسة الجافة بماء المطر، كذلك تنبهوا فإن هذا القرآن بمنزلة الماء الذي يحيي القلوب ويزيدها حياة وإيمانا. لكن إن بقي الناس على ما هم عليه في مثل هذا الزمن من الولوج العميق في وسائل التواصل من قراءة كلام البشر وتتبع الأخبار، أخبار السياسات أو أخبار الشخصيات أو قل ما تشاء، فاعلم بأن الناس على خطر. ولا تقل إن قلبي قسى، لا تقل إن قلبي قسى، وكلام الله واضح. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما الذي بعدها؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ماذا صنعوا؟ أعرضوا عنه
فطال عليهم الأمد، طالت عليهم السنوات وهم يبحثون عن غير ما أنزل الله، فلسفيات منطقيات، يبحثون عن أفكار، يبحثون عن متابعين، يبحثون عن قيل وقال، فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمن، وأعرضوا عن هذا الكتاب. فما الذي جرى؟ فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. ثم بعد ذلك نبه جل وعلا على أن يعود المسلمون إلى كتاب الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ محذراً للناس من الدخول العميق والإشغاف بما عليه أهل الدنيا مما يكون في إنستغرام أو في فيسبوك أو في تويتر أو ما شابه ذلك مما يتكاثر به الناس من الأمتعة، من متع الدنيا، من ملاذها. ماذا شرى فلان؟ ماذا فعل فلان؟ أين سافر فلان؟ أين ذهب فلان؟ حتى لم ينظر الناس إلى أقربائهم، وإنما نظروا إلى أثر الأثرياء لأنهم يتابعونهم. ما الذي بعدها؟ اقرأ كلام الله فتسعد ويسعد قلبك. لما حذر من ترك القرآن والذي بتركه تقسو القلوب، ما الذي ذكر بعد ذلك؟ قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب، مثل ما يفعل معظم وللأسف أو كثير من شبابنا من أبنائنا بهذه الألعاب التي وجدت وتنوعت وتكاثرت ويقضون فيها الأوقات الطويلة. هذا لعب، لعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا، في نفس السورة وبعد هذه الآيات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يقول ابن القيم رحمه الله: اللعب يكون بالجوارح، أما اللهو يكون في القلب. إذا لها قلبك بما تراه في وسائل التواصل مع الإعراض عن كتاب الله عز وجل يحصل لك الشقاء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر، عندي كذا وعندي كذا، أصور كذا، أري الناس كذا، وتكاثر في الأموال والأولاد. ماذا لدى فلان من الأرصدة؟ ماذا لديه من متع الدنيا؟ كمثل غيث، مثل مطر أنزل، مثل مطر أنزله الله فاخضرت الأرض كما نرى. إذا قدر الله عز وجل زمن الربيع، ما الذي بعدها؟ ماذا تصبح الأرض؟ هذه الدنيا بمثابة الغيث الذي ينزل على الأرض ثم تيبس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ما النتيجة؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ما الذي بعدها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي بعدها؟ سابقوا، ليست المسابقة في هذه الدنيا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق، وأن يملأ قلوبنا إيماناً وخشيةً وخشوعاً له عز وجل، وأن يجعلنا من المقبلين على كتابه قراءةً وتدبراً وتأملاً وعملاً واستشفاءً وتحاكماً. إذا قيل: ما خطورة هذه الوسائل على عقيدتك وعلى دينك بكثرة المتابعين أو بكثرة الأتباع أو بكثرة ما يقال فيها؟ فقل: إن خطرها ورب الكعبة لخطر عظيم. كيف؟
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل اثنان فقط، فما ظنكم بمتابعين أو أتباع بالآلاف أو مئات الآلاف أو بالملايين؟ اثنان فقط كما في الصحيحين. لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قل لا إله إلا الله، ولا زال يكرران، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذن أبى أن يقول لا إله إلا الله. خطورة من؟ خطورة اثنين، خطورة اثنين. فما ظنك بخطورة آلاف أو مئات الآلاف أو بالملايين؟ إما أن يكونوا متابعين يغررون بصاحب الصفحة أن يقول أو يتقاول أو يتطاول على شرع الله أو يقول ما يخالف الشرع، وإما أتباع، وإما أتباع يبحثون عن صفحات تهدم دينهم. ما سمعنا بتلك الكثرة من الإلحاد في شرع الله، يلحد في شرع الله في وسائل التواصل، ما سببها؟ سببها أن بعض الناس لا يدري من هو العالم من غير العالم، فإذا به يتابع أي شخص، ما راق له من شخص تابعه ولا يدري أنه ربما ينفذ سمومه على أتباعه فيهلك ويهلك الأتباع. فكن حذرا، كن حذرا. إذا كان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كان لهما التأثير على أبي طالب، من أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يناصره. ولذلك عند مسلم ماذا قال أبو طالب؟ انظر إلى تأثير كلام الصحبة والأتباع. قال: والله لولا أن تقول قريش ما قلتها إلا جزع الموت، وفي رواية خرع الموت، لأقررت بها عينك. يعني فيصل بين الجنة وبين النار. ضاع دينه، فضاعت دنياه وضاعت أخراه، إلا أن الله عز وجل جعلها خاصة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيخفف عن أبي طالب النار إذ هو في الدرك الأسفل من النار، وإذا به يوضع في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. انظر رعاك الله. فتنبه، الدنيا هذه ساعات وأيام، إياك وإياك. أحذرك أن تحب أو أن تدافع عن شخص يطعن في دين الله أو يلمز في دين الله أو يلعب في دين الله، فانتبه، فإن المحبة إذا وقعت في قلبك لهؤلاء فهي بوابة للاقتناع بكلامهم ثم العمل بكلامهم. بعض الناس يقول أنا غير مقتنع بكلام هذا الرجل ولكن أنا أدافع عنه حتى لا يتكلم فيه، فانتبه رعاك الله. ابغضهم في الله على قدر ما فعلوا مما يغضب الله في شرع الله. أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات. والله إننا في فتن في هذا الزمن ما ندري، فتن من جميع الجهات من حيث الأشكال والأنواع، ولكن ما على المسلم إلا أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يأمن أحد على نفسه، لا يأمن أحد على نفسه. تعلق بالله، أكثر من دعاء الله، التجئ إلى الله. وما هو الوصول؟ عليك بقراءة كتاب الله عز وجل، والله إنها لجمرة على القلب يا إخوان. يعني لا يقرأ القرآن عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية.
المدارس لما يقرأ فيها القرآن أخطاء في قراءة القرآن، تقويم اللسان، اللسان لا يأتي بالقرآن بحروفه، فما ظنكم إذا ضيعت حدوده؟ لابد أن نرجع إلى الله. يا أخي أتبخل على نفسك؟ بالخير أن تقرأ ما تيسر في كل يوم، لا يفتر قلبك ولا تفتر أنامل أصابعك من فتح هذا الجوال على وسيلة من هذه الوسائل، ولا يمكن أن يمر يوم إلا أن تفتحه. والمصحف فيه، والمصحف فيه، والله إنها من أعظم الحجج. إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. فلنتنبه، نعود إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علماً وعملاً وخشية وتقى، وأن يثبتنا على ذلك.